يعني موت آداب المحاضرات، وهذا موضوع مهم جدا. وما تحدثنا البارحة مع المجموعة التي زارتنا حول المقاربات الجديدة يعني للأديان، ربما في السابق كان استيعاب النسق العقدي للدين يعني هو المدخل لفهم الدين. بحال النظم التربوية بالنسبة لتعليم التلاميذ، يعني هناك انطلاق من الجملة أو من الكلمة أو من المفردة، وهذا يعني النوع من التكوين الذي فيه اختلاف إلى ما الذي يستوعبه المتعلم أولا جملة، ثم بعد ذلك نفككها إلى مفردات أو مفردات، ثم بعد ذلك نركب الجملة. في فهم الدين الانطلاق من النسق العقدي المركب كما أشار الأستاذ أصبح صعب، كان سهلا ربما، ولكن عندما تمت تجزئته وتم الاختلاف فيه بشكل كبير جدا وكثرت الطوائف والمقالات والأفهام فيه أصبح معقدا. الآن وظيفيا يمكن الولوج إلى النسق المركب من خلال مفردة من المفردات المحورية والأساسية في الدين أو في العلم. قيمة الرحمة مدخل مهم لفهم الأديان عموما، أو قيمة العدل أو قيمة السلم أو قيمة الإيمان أو قيمة الإحسان، أي قيمة مركزية أساسية يعني في الدين يمكن أن تصلح مدخلا لفهم الظاهرة الدينية بصفة عامة. ولكن هذه القيمة حينما يتم التوسع فيها داخل شبكة علاقاتها مع القيم أو مع المفردات الأخرى، نحن نستدعي كل المنظومة. إذا ننطلق من نقطة ونستوعب في إطار توسع دائري النقاط الأخرى، يعني حتى نشكل المنظور الكلي أو التصور الكلي. هذه على كل حال قضية منهجية مهمة أحببت التعليق عليها. كلمة الأستاذ بن سالم، مشكور. في كلمة قصيرة فيها أشياء تأكيد على أشياء سبقت إشارتها إليها، وفيها إضافات ربما بسيطة بعد أن نفتح هامشا للمناقشة. أنا سأتحدث عن أربع نقاط بشكل سريع وموجز: عن الموقع الوجودي للدين، وعن المعنى الوظيفي للدين، وعن التحديات الراهنة، وعن قضية الاسترجاع الديني الترشيد المطلوب. بالنسبة لي المعنى أو الموقع الوجودي للدين، هذا سبق التأكيد عليه. أنا فقط أريد أن أؤكد لا نحتاج إلى أن نثبت على أن الدين قضية كونية وجودية بالنسبة للإنسان، حسا وعقلا وعلما وفطرة ومعنى، هذا كله يؤكد هذه المسألة. ومقاربات الباحثين مختلفة، يعني لو أخذنا الإحيائيين الذين حاولوا تفسير الظاهرة الدينية يعني تايلور وجيرونس وستينسر وغيرهم، أو الاجتماعيين كدوركاي وماركس فيمان أو غيرهم، وإن انطلقوا منطلقات لا دينية في تفسير الظاهرة الدينية انتهوا إلى تقرير هذه الظاهرة. ولهذا البحث الأنثروبولوجي يحسم على أنه لم توجد قط جماعة بشرية لم تعرف شكلا من أشكال التدين أو النزوع إلى الدين أو تقديس ظاهرة معينة، يعني هذا شيء كامل في فطرة الإنسان. وهذا منسجم تماما مع القرآن حينما يقول لنا: وما من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني كانت سواء قص علينا أو لم يقصص علينا، هذه مسألة أخرى. إذا تقرر هذا، ما النتيجة المرجوة من ورائه؟ إذا تقرر على أن الدين في حياة الإنسان، وكالشمس حياة الإنسان، وكالقمر حياة الإنسان، وكالليل والنهار حياة الإنسان، يعني موازي الظواهر الكونية الوجودية التي لا يمكن أن ينكرها الإنسان، الذي ينبغي أن نخلص من هذا أنه لا فائدة من الصراع الوجودي مع الحقائق الدينية. ينبغي أن نتحرر من هذه القضية والإشكالية الكبيرة جدا. والصراع الذي ظهر في البشرية، في تاريخ البشرية باسم الدين، لم يكن الدين سببا فيه، ما كان رجال الدين سببا فيه في أي ديانة كان. والصراع الذي كان باسم العلم أو باسم العقل، لم يكن العلم ولا العقل سببا فيه بقدر ما كانت
تحيزات كامنة في العلم والعقل هي سبب مباشر في هذا الصراع. إذا نحن مدعوون من خلال هذا المعنى ومن خلال هذا الفهم إلى تحرير الدين والعلمي والعقلي والحسي، يعني من أشكال التحيز التي تؤول في نهاية المطاف إلى صراع، ويصبح الصراع بين النظم الدينية والعقلية والعلمية، وفي الحقيقة ليس بين هذه الأصول وبين تمثلات تاريخية لهذه الأصول، مثل الحداثة، مثل النزعة العلموية، مثل النزعة الوضعية، النزعات الطبيعية، النزعات العقلية التي ظهرت في الفلسفات الغربية. يعني هل فعلا لا معنى للعقل إلا ما قررته النزعات العقلية، أو لا معنى للطبيعة والحداثة إلا ما تم تقريره من داخل مدرسة معينة؟ الطبيعة أكبر من أن يستوعبها فهم معين، والعقل أكبر من أن يختصره فهم معين، والعلم أكبر من أن تتم مصادرته من خلال فهم معين، والدين أكبر من أن تتم مصادرته من خلال فهم معين. إذن هذه حقائق كلية وجودية تستمر عبر الزمان والمكان والإنسان، وينبغي أن يبقى النسق فيها مفتوحا، يعني للتجارب المختلفة، لا أن تبرز تجربة من التجارب لكي تصادر على التجارب الأخرى وعلى حقها في كسبها. إذا نحن إذا قررنا على أن الدين حقيقة وجودية، إذا ففيما يعني هذا الصراع؟ ينبغي التأسيس لهذا المعنى الجديد. هذا أيضا يستحق قضية أخرى، وهي ضرورة التفاهم والبحث عن المشترك والمفيد للعصر وللإنسان، للزمان وللمكان. هذا يحيلنا على المحور الثاني، وهو المعطى أو المعنى الوظيفي للدين. وظيفة الأديان هل هي فقط تزويد بالقيم وبالمعنى، أم هي أكبر من ذلك؟ أعتقد أن وظيفة الأديان هي أكبر من أن تعطي لحياة الإنسان معنى وتترك هذا الإنسان يعني يفعل ما يشاء. الأديان تمارس هذا المعنى، ولكن تمارس معنى آخر، وهو دور الترشيد والتسديد والتصويب في الحياة من خلال القيم ومن خلال الأحكام. هنا فقط أريد أن أميز بين مستويين. الخلفية الإيمانية يعني هذه مشتركة بين الديانات جميعا، ولكن داخل كل دين لاحظوا أننا نجد منظومة من الأحكام ومنظومة من القيم. وفي إطار البحث عن المشترك الديني نخطئ إذا جعلنا المدخل إلى هذا المشترك منظومة الأحكام. الأحكام هي خاصة بكل ديان. أنا مسلم، عندي أحكام تخصني في الصلاة والصوم والزكاة والحج إلى آخره. أستاذ بول مسيحي عنده أحكام تخصه. إذا أردنا مثلا أن نجعل الحوار والمشترك يعني من المدخل الإحكامي، قد يصعب هذا وقد ينتهي الحوار في بداياته الأولى. لكن إذا أردنا أن يكون الحوار والتواصل مدخل قيمي، نجد هنا دائرة أوسع. لهذا مثلا كل الأديان دائرة القيم فيها أوسع من دائرة الأحكام. لا تشكل الأحكام تقريبا إلا نسبة 10% أو أقل، في حين أن المنظومة القيمية الكلية تشكل المساحة كلها المتبقية. بمعنى آخر، بمعنى أن المساحات المشتركة التي تتيحها البنيات النصية للأديان هي مساحات قيمية أكثر منها أحكامية. وإلا لما حدثنا الإسلام عن التعارف، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس يا بني آدم، حينما يتم الخطاب على هذا المستوى الإنساني والكوني، الأصل فيه هو تمثل مساحة القيم أكثر من تمثل مساحة الأحكام. الذين دخلوا في صراع ونزاع الأحكام القيم، لا أحكام متعلقة بالتكليف، هي أحكام قيم والقيم أحكام، لكن الأحكام التكليفية أنا يمكن أن أتواصل من خلال قيمة العدل أو التي قيمة الرحمة التي تحدث عنها الإنسان مع أي نسق ديني آخر.
ولكن لا يمكن أن وهذا يخطئ كثيرا في مسلمون متواجدون في الغرب أمريكا أو أوروبا، حينما ينظرون إلى الآخر نظرة إحكامية، إذا المخالف لهم دينيا نظرة إحكامية، لا أنت لا يمكن أن تحاسبه إحكاميا أو أن تتواصل معه إحكاميا، يمكن أن تتواصل معه قيميا. ولهذا مثلا علماؤنا مثلا الأستاذ الحضرمي يوضح هذا أكثر في المقاصد، حينما جردوا القيم العليا في الدين، المقاصد العليا أو الكبرى أو الضروريات، يعني حصلوا في هذه الخمس وهي مشتركة، يعني في الدين وفي النفس وفي العقل وفي المال وفي النسب، ويمكن أن نضيف في العدل وفي الحرية أو غير ذلك، بمعنى أن هذه القيم لا يختلف فيها إنسان، مطلوبة دينيا ومطلوبة إنسانيا ومطلوبة كونيا إلى آخره. فإذا هذا المدخل القيمي شيء مهم ينبغي الالتفات إليه. ما معنى المدخل القيمي؟ هو المدخل الأخلاقي، وهو جوهر حقيقة الدين ورسالة الدين أو الأديان عموما، يتخلق للإنسان. نهاية المطاف نحن إذا أردنا أن نوسع هذه الدائرة من المشترك وأن نتحدث عن عملية الاسترجاع الديني، هي عملية استرجاع قيمي وأخلاقي. ولهذا بعض الكتاب اليوم إطار تحرر من هيمنة ما هو مادي واستهلاكي وإلى آخره، يتحدثون عن النموذج الأقوى وليس عن النموذج الأقوى. حينما يقاد الإنسان يعني من خلال احتياجاته المادية فقط، وحينما تهيمن عليه النزعات الاستهلاكية الإنتاجية والريحية، هذا كله ينشئ عالما من الحروب والصراعات والفتن إلى آخره. ولكن حينما يدخل الدين لتقويم هذا النزوع من مدخل القيم والأخلاق، يتم ترشيد هذا النزوع. هذا هو المطلوب، يعني في الفلسفة الدينية المعاصرة المطلوب من الأديان أن تلعب دور المرشد لسلوك الإنسان العدواني تجاه نفسه وتجاه غيره وتجاه الطبيعة والكون المحيط به. فإذا الدور الوظيفي للدين هو أكبر من أن يكون معنى، وإن كان المعنى حاضر والقوة في هذا الدور الذي يقوم به من حيث الهداية والإرشاد، ومن حيث التعريف بعالم الغيب موازي لعالم الشهادة. من أين نكتسب معرفة بعالم الغيب؟ هل من المتون والنظريات والتصورات التي تحدث عنها الفلاسفة؟ هل من الأساطير والخرافات التي ظهرت في التاريخ؟ أم من نصوص علمية التي تعطينا حقائق عن العالم الغيبي؟ ما وظيفة عالم الغيب بالنسبة لعالم الشهادة؟ عندما نتحدث عن عالم الغيب ونقول من الضروري أن يكون عندنا تمثل لعالم الغيب في التحقق بعالم الشهادة، ما القيمة المضافة التي هنا تظهر؟ مسألة أساسية ومهمة، يعني هي مسألة الصراع يعني بين ما هو مطلق وبين ما هو نسبي، المطلقية والنسبوية أو المعنى الكلي والمعنى الجزئي. المطلق هو عالم متون وعالم قيم، ولكن هذا المطلق لا بد أن يتحقق في عالم شهادة، هو العالم النسبي، والنسبي هو ما نتحرك به في إطار الواقع والفهم الجزئي، التمثل الجزئي عبر الأجيال أو عبر الأشخاص، ولكن لا بد أن تكون عنده كي لا تستغرقه الجزئية، أن تكون عنده قيم معيارية أو متون عليا تجمعه وتوحده. هذا المطلق يصعب هنا من حيث بناء التصور والآراء الكلية، والنسبي يصعب هنا من حيث التمثل والتنزيل لهذه الآراء، وهذه معادلة صعبة جدا. الفلسفة اليونانية لماذا لم تنتج علما أو حضارة؟ قيل من بين ما قيل قال الدكتور جابري، لأنه لم تكن عندها نسبة من التمثل الواقعي والجزئي، يعني بقيت مجرد آراء ونظريات وأطروحات، صحيح لها قيمة عقلية ونظرية، ولكن من حيث ولهذا حتى في العصر اليوناني كانت الطبقية والعبيد كل هذا كان سائدا. الحضارة الفلسفة الوضعية المادية
الحداثة أو النزول الحداثي المادي الصرف أغرق في الجزئيات، يعني افتقد إلى المعايير الكلية التي توحد الإنسان ككل. إذن فكان هذا التوازن الضروري مثلا بين عالم الغيب الذي توفره المعرفة الدينية بالنسبة للإنسان وعالم الشهادة الذي يتحقق في تتحقق في هذه القيم الكلية. هناك مسألة أخرى مهمة، قضية تدبير العلائق وترتيب الحقوق والواجبات. يعني ما علاقة الإنسان بالله؟ ما علاقة الإنسان بنفسه؟ ما علاقة الإنسان بالإنسان؟ ما علاقة الإنسان بالكون والطبيعة؟ هل يمكن أن ننظم هذا فقط يعني من خلال التشريعات الوضعية المادية المدنية وغيرها، قوانين ودساتير إلى آخره، أم أننا بحاجة إلى أشياء أخرى تسعد في هذا؟ أنا كنت في واحد محاضرة في واحد الندوة تحدثت عن القيم الدينية وضرورتها في تزكية وترشيد هذه العلاقة، الحق والواجب بينك وبين الله، بينك وبين نفسك، بينك وبين الإنسان، بينك وبين الطبيعة. فقال هذه مسألة محسومة يعني قانونية، ولا نحتاج فيها إلى معرفة غيبية. طيب إذا حسمت قانونيا، هل فعلا أمكن للقانون أن يحسم أشكال الصراع بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والكون والطبيعة قبل أن نتحدث عن الإنسان في علاقته بالله؟ لماذا ما تزال عندنا حروب ونزاعات وخلافات رغم أن القانون موجود له؟ نحتاج إلى شيء آخر، يعني يسمو على القانون يسمونه روح القانون أو أشياء أخرى، ولكن نحتاج إلى شيء يعني أسمى من القانون، وهو هذه المرجعية التي تنبعث من الإيمان. تكلمت قبيلة عن الأحكام والقيام فعد أستاذ قول، يعني الخلفية اللي ينبغي أن نستحضر شيء خطير جدا هو عندما تنفصل الأحكام والقيام عن الخلفية الإيمانية، عن الخلفية الإيمانية التي تبعث على الفعل وتعزز المعنى في الحكم أو في القيمة. يعني أحكام الإسلام ليست مصادر قانونية دساتير، لا، هي أشبه ما تكون بالدستور، ولكن عندها الخلفية الإيمانية الباعثة عن الفعل والحافزة عن الفعل أو المانعة من الفعل. دون هذه الخلفية الإيمانية نكون أمام مصادر شكلية يعني قد لا نلتزم بها. ولذا الإنسان مثلا ترونه يصلي ولكن قد يكذب وقد يسرق وقد يغش ويشهد الزور، لماذا يفعل هذا؟ لماذا هو مؤمن ويصلي ويصوم ويشهد الزور ويكذب ويسرق؟ إن الإشكال هنا، الإشكال في أن فهمه لأداء الشعائر وكأنه الشعائر مستقلة يعني عن السلوك اليومي. لا، النهي عن السرقة وعن شهادة الزور وعن الكذب له خلفية إيمانية كذلك مرتبطة بصلاته التي يعتقد أنها هي التي لها الخلفية الإيمانية. فإذا هذا شيء مهم حينما تضاف الخلفية الإيمانية إلى البعد القانوني المصداري. بالنسبة للتحديات الراهنة، الدكتور المسيري رحمه الله وتحدث عن أجمل لنا كل الفلسفات المادية لما سماه باستحضار في الدوس الحربي يعني من الآخرة إلى الدنيا. تقول كتاب ديال الفردوس الحربي بمعنى أن يعيش استطاعت حداثة غربي اليوم أن تصور للإنسان أن بإمكانه أن يعيش حالة الجنة في الدنيا قبل الآخرة، وليس مطلوبا منه أصلا أن ينتظر الجنة في الآخرة لأنه سيعيش في الدنيا وانتهى الأمر. إذا تريد السعادة، أنت السعادة عندك في الدنيا، لماذا تبحث عن سعادة في الآخرة؟ لكن هل فعلا هناك سعادة في الدنيا؟ إريك فروم تحدث في كتابي القديم أبحثت عليه أكثر من مرة، الإنسان بين المظهر أو الجوهر أو نزعة التملك ونزعة الكينونة. وقال أن العصر الصناعي أخفق في أن يجلب السعادة للإنسان، ولا يمكن للسعادة أن تكون في عالم أشياء الإنسان
وإن كان مدعوا إلى أن يحقق فيها جزءا من سعادته. حينما يختزل الإنسان يعني في وجوده المادي، يعني لا شيء سوف يقف أمام النزول العدواني في الإنسان. نزعة التملك في الإنسان تطغى على نزعة الكينونة، والمفروض العكس هو المطلوب من الإنسان. يعني الإنسان قيمته بما هو كائن لا بما يملك. فإذا هذه مشكلة ينبغي أن يعاد قلبه رأسا على عقب، بحيث يصبح المعنى الحقيقي للإنسان بما هو كائن، بتكريمه، بتكليفه، باستخلافه في الأرض، بتسخير كل شيء له إلى آخره. قضية أخرى وهي تضخم الأنا والذات على حساب الغير. نحن ننتقد المركزية الغربية لهذا السبب، حينما جعلت من نفسها أنا وذاتا، وجعلت من الآخرين يعني أغيار أو محيطا هامشيا ينبغي أن يكون تابعا لهذه المركزية بشكل أو بآخر. وحيثما كانت المركزية، سواء باسم الحداثة الغربية أو باسم الإسلام أو باسم المسيحية أو باسم البوذية أو كونفوشيوسية في الصين أو غيرها، يعني هذا خلل ينبغي أن يعالج يعني من هذا التصور النفسي. المفروض في الكائن البشري الإنسان أنه في الوقت نفسه ذات وآخر، هي الهوية المتسعة. هناك ذات لا بد منها، لأنه لا معنى أن نتحدث عن أنا بدون ذات، ولكن لكي نحارب الأنانية في الذات نحن نعرف الذات بأنها ذات وآخر ممتدة، أي بمعنى أنها ذات ممتدة، ذات إنسانية ممتدة للإنسان، لها قيم مشتركة مع الإنسان. وهذا هو المسلم. قلت في نفسه المسلم تحديدا إنسان أو كائن متعدي وليس خاص في نفسه ولغيره، وهذا شأن المتدينين بصفة عامة. قضية الاسترجاع الديني كما ذكر الأستاذ العضراوي هذه مسألة أصبحت مشهودة، وإن كان قول قد حدثنا البارحة عن ظاهرة جديدة وهي الترحال الديني، تعرف الترحال السياسي، هذاك اليوم في حزب وغدا في حزب وغدا غادي في حزب، وحيثما كان مصلحته هو في حزب. هناك ظاهرة جديدة تمثل في أمريكا حوالي 30% أو 40% هكذا، يعني من الترحال الديني، المؤمن غير المؤمن، المؤمن بكل الديانات وغير ملتزم بديانة بعينه، يمكن يكون مسيحي أو يهودي أو مسلم، يصلي في المسجد والكنيسة والدير إلى آخره. على كل حال هذا أيضا يحتاج إلى نوع من الترشيد. هذا بالنسبة لي الترشيد الديني، المسألة الأساسية والجوهرية فيه هو صحيح البشرية اليوم تبحث عن نموذج أقوى أو نموذج من القيم وليس نموذج من القوة. فإما أن تكون عمليات الاسترجاع الديني مرشدة، وإما أننا سوف نشهد صورا جديدة من العنف باسم الدين، وشيء من هذا بدأ يحدث. لاحظون في الإسلام يعني بداية الألفية تقريبا العشر سنوات الأخيرة، سواء نشأت من داخل الإسلام يعني كفهم وتأويل حقيقي نصي، أو نشأت يعني من جهات خارجية واستثمرت واستغلت نصوصا في الإسلام، أخرجتها عن سياقها وأعطتها تأويلات معينة. يعني كانت عندنا القاعدة وطالبان وداعش وعشرات إن لم تكن مئات الحركات الجهادية القتالية إلى غيره، وهذا موجود في المسيحية أيضا، يعني في الحركات اليمينية الإنجيلية المتطرفة، هذا موجود في اليهودية يعني بحركات يهودية أخرى، موجود في بورما مثلا في الديانات الهندوسية. وأنتم تلاحظون كيف أنهم بنزاعات عرقية تعصبية. لا، ما معنى هذا؟ معناه أنه ينبغي أن نبحث حقيقة عن المشترك الديني القيمي الذي هو أوسع دائرة الأديان، وأن يكون هذا المشترك القيمي الأخلاقي في الأديان عنصر ترشيد لعودة الدين، وإلا سوف نكون أمام نزاعات للأسف هي حربية واستعمارية باسم المادة، ولكنها سوف تكون حربية واستعمارية باسم الدين، لن يتغير فيها إلا الاسم.
ولكن الحرب والاستعمار والاحتلال والاعتداء على الإنسان وعلى الطبيعة سوف يبقى هو هو. إذن الحاجة إلى القيام والحاجة إلى الأخلاق مسألة أساسية. قد تكون هناك أخلاق عقلية، قد تكون هناك أخلاق مدنية، قد تكون هناك أخلاق اجتماعية. ليس عندنا مشكلة أن تكون هناك أخلاق منبع هو العقل أو الفلسفة أو الوجود، ولكن لماذا نحرص على أن نستبعد أخلاق الدين وهي أوسع وهو الأصل فيه أنه أخلاق؟ أصل في الدين أنه تخليق الإنسان. فإذا مصدر ملهم حقيقي بإمكانه أن يسعف الإنسان في أن يحيا حياة راشدة هذا الكون، ورغم ذلك نحرص على استبعاده. ينبغي أن نقلب هذه الآية ونشتغل على ضرورة عودة هذه المساحة الكبيرة يعني من الأخلاق إلى الدين. اختصار ربما هذه نقاط سريعة اختصار صور يعني كالتتيم والتكميل لما تقدم. نكتفي بهذا القدر.